السلام عليكم حبيباتي، صافا لاباس عليكم؟ كلشي على خير اليوم ان شاء الله. دابا انا خارجه وبس باش نشارك معكم واحد الهديه خديتها لشهد باش نعطيها ليها، وكنصحكم حتى نتوما اللي عندكم بنيات ولا حتى الوليدات، المهم سورتو البنيات، على ود لي كولور اللي فيها باش تحببوهم في القران، باش تحبوهم في قراءه القران وحفظ القران. دونك عجبتني هاد ليدي وبغيت نشاركها معكم. دونك هادشي اللي كاين، غنشارك معكم الهديه ديال الشهيده كيف ما كتشوفوا معايا، من عند بياز هوم اللي كنت خديت من عندهم هذيك الزربيه وداكشي. خديت لها هاد القران، حمقني البنات حمقني. قران وفيه هنايا اللوينات، انا غادي نحلو معكم ان شاء الله. وهنا خديت لها هاد السابح، انا غادي نحلو معكم باش تشوفوا الصفحات ديالو اللي بلي كولور. كيف ما كتشوفوا معايا هاد التسابيح لي بلي كولور كيحمق، عرفتي حمقني. راه قلت لكم اختكم ما لعباش في صغارها، قلت لكم لي كولور فنين. دونك علمت بنتي باش تبقى كيفاش تستعمل التسابيح، دونك خديت لها هذا وخديت لها هاد القران. سمحوا لي على التصوير لان كنصور غير بالبورطابل، ها انتم كيف ما كتشوفوا هذا فيه كل يمكن كل جزء فيه باللوينات، شتي لي كولور لي فيه كيحمق ويحبب الوليدات في حفظ القران. راه فيه الزرق، فيه هذا، فيه اللوينات زعما الاولاد والبنات، زعما ماشي غير حيت غوز صافي. حمقني حمقني، ايوا هذا مكان البنات. عطيتكم ايدي باش تشروا لبنياتكم القران، تعلموهم حفظ القران وقراءه القران. كنقول لها واخا ما تحفظيش، المهم غير قراي، غير كل نهار تكون عندك شويه ديال القران تقرايه. ايوا هذا مكان. هادشي اللي كاين بغيت نشاركو معكم، وبغيت نقول لكم بان الثمن ديالو جد 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 مناسب، لا هو لا هذا، جد مناسب بزاف، زعما عجبني سانسيغمون بزاف بزاف بزاف. واحد الريحه عندهم هنايا كيديروا في هذا عرفتي، ما نقول لكمش ريحه فنه، ولكن مالوغوزمون لقيتها تقادات، قالت لي تنجيبوها ان شاء الله، وان شاء الله من توصل بها راه غادي نشاركها معكم. هادشي اللي كاين البنات، انا دابا ان شاء الله غادي نخرج، غنهبط غنصور معكم جليبه بطبيعه الحال، عارفكم غتسولوني غنصور معكم جليبه، دونك خليكم معايا. دونك البنات هنا غادي نحاول نشارك معكم واحد الكيك اللي صحي، عطاتو لي الصديقه ديالي ليلى وكنشكرها من هذا المنبر. بغيت نشاركو مع البنات سورتو الناس اللي عندهم السكر، سورتو كلشي في حقيقه، لان السكر راكم عارفين كاتاستروفيك، حاولوا ما امكن باش تفاداوه لان راه كيخرج علينا على الصحه كلنا. ما صراحه قلت لها انا راه ما تنقدرش زعما ما تنقدرش، كتجيني واحد اللهفه على الحلاوه في العشيه ضروري، واخا ما كنتعشاش وداكشي ضروري خصني داك الحلاوه. مي قالت لي شوفي جربي هاد الكيك رانا كنديروه، هي حيت دايره تبارك الله ريجيم، زعما تبارك الله لاطاي ديالها ولات زوينه وداكشي نقصات، ودايره هادي وشاركت معايا هذا، وشاركت معايا واحد فوندون دابا نشاركو معكم ان شاء الله من بعد، فوندون شوكولا. قلت لها انا كنحمق على الشوكولات، كنحمق على شي حاجه فيها سكري ما يمكنش ليا. قالت لي لا حاولي ديري هاد الكيك راه صحيه وما فيهاش حس السكر. المهم انا غنحاول نشاركها معكم باش نديو الاجر مع الناس كاملين. دونك بالنسبه للكيك كنحتاجو هنايا 4 ديال البيضات، كنحتاجو واحد جوج خميره، كنحتاجو واحد معلقه ديال الفاني، كنحتاجو هنايا نورمالمون هي عطياني بنانه، قالت لي بعد خطرات كندير بنانه وبعد خطرات كندير التمر. المهم انا البنانه ما عنديش، درت هنا 5 تمرات، حاولوا ديروا عدد فرضي. انا غير قدرت تقريبا ما عطاتنيش لا كونتيتي، درت يا اما ديروا 5 يا اما 3، وحده ما غتجي ناقصه. المهم يا اما 5 يا اما 3 يا اما 7، كل واحد على حسب لا كونتيتي ديال السكر اللي بغى. دونك عندي انا هنا 5 ديال التمرات اللي نورمالمون هزقوهم في الحليب خليهم تيرطابو، معنا التيرموميكس حيت غيطحن ليا مزيان. نتوما مثلا الا ما عندكمش تيرموميكس ما يطحنش لكم مزيان، ديروه فزقوهم في الحليب باش يرطابو عاد طحنوهم. عندي هنايا واحد كاس ديال الزيت ديال كوكو، يمكن لكم تبدلوه كاس ديال الزبده الحيوانيه ماشي الزبده ديال لابواط. عندي تما واحد كاس ونص ديال اللوز مطحون، هي نورمالمون عطاتني كاس ديال اللوز وكاس ديال الشوفان وكاس ديال كوكو، انا ما عنديش كوكو عودتهم درت كاس ونص في كاس ونص، فهمتوني؟ دابا كاس ديال الشوفان، كاس ديال الكوكو، وكاس ديال اللوز مطحون. هذاك راه ما محمر ما حتى شي حاجه، عادي خضر ومطحون. طحنتو خليته شويه مفرفش، انا كيعجبني داك الكيك اللي كتكون شي حاجه فيه فرشه، اللي ما كيعجبكمش طحنوه كامل مزيان، انا خليته شويه مفرفش. صافي هادشي اللي كاين، وقبيصه ديال الملحه طبيعه الحال. صافي الخميره هادشي كله قلتو، دابا ان شاء الله غادي ندوز كلشي غنديرو في الترموميكس، غندورو في الترموميكس ونديرو في سميتو. دونك خليكم معايا. دونك البنات نسيت ما قلت لكمش الكاس اللي كنعبر به هو هذا، ديروا العنبه، انا ما عنديش العنبه درت هذا ديال ايكيا راه معروف،
دونك نتوما ديروا لي عنده العنبه يدير عنبه، اللي عنده ايكيا اللي عنده كاس بحال هكذا راه باين كاس ديال اللي معروف ستوندار، كاس ستوندار. دونك غادي نجي غندير هنايا البيض، غادي ندير معاه هذا باش يتطحن، وندير معاه كوكو. وعرفتوا بان زيت كوكو راه صحيه. نحاول نطحنهم واحد شويه عاد نخلط. حيت الترموميكس كيتطحن مزيان، غادي نديرو معاه اللوز، نديرو الشوفان هنا. الا عندكم ديك الشوفان الاخر اللي وريقه طحنوه. نديرو الكبيسه ديالنا، كبيسه الملحه. غنديرو الخميره، نديرو معلقة فاني، المهم انا اختكم ديما ما تتعبرش. صافي وندوزو صوص انفيرسال بنات اللي عندهم ترموميكس ونخلطو. دونك البنات كيف ما كتشوفوا الخليط، انا حيت معمرني ما جربت انا معاكم، ما جا هكا دقيقه. هنا عندي المول دهنته شويه بالزبده، غنحاول ندير. بغيتو ديروا مول بعدا واحد الريحه البنات، ريحه فنه مع ريحه الكوكو، راكم عارفين اختكم مع ريحه الكوكو. ويا سلام، الفران راه شعلته على 180 درجه فرفاره البنات، حاجه اللي كتنفخ ديما تنقولها. يمكن كان خصها واحد شويه نص كاس الحليب. هو في الحقيقه حيت انا اللوز فوت فيه مع طحنت كاسونس وما خرجت لي، خرجت لي اكثر من كاسونس، قلت بلا ما داكشي اش واقيلا انا خرجت لي هكا. المهم نتوما ديروا بالعبار اللي عطاتني اكزاكت. هذا البنات الغدا ديالي، ما شاركتوش معكم لان كلشي كيعرف يصاوب الحوت في الفران. دونك الميرنا ودرت فيها مع شحال هادي ما كليت شهيتو، درت البطاطا ودرت خيزو وشويه القزور معدنوس، شويه ديال الكرافس، المهم لقامه الحوت كامله، ميرنا، شويه زيت البلديه، الثومه، عارفين لقامه الحوت. غندخلو ان شاء الله الفران. ايوا هادشي غير بغيت نفكركم، لا لينسى لي بلا شي فكر شي. هادشي اللي كاين. دونك البنات هنايا بغيت نشارك معكم واحد الشوربه اللي سهله مهله. كيف ما شفتوا هنايا البطاطا مقطعه طريفات، درت عليها شويه ديال الماء، نشعلوا العافيه، نديروا مليحه، شويه سكينجبير، المهم ما دارش بزاف حقيقه، انا ما تنتعشاش غير راجلي، المهم حيت راكم عارفين مع هذا الجو. واحد كيبغي الشوربات بالليل وداكشي، المهم شوربه سهله بغيت نشاركها معكم العشيه. وانا راه عرفتوني كنخدم في الصباح ما كنبقاش نعاود نخدم في العشيه، كلشي بواقف وقف الغداء والعشاء كلشي رديت داكشي او ميم با باش ما نبقاش نضيع الوقت. شويه البزار غير شويه لان دغيا كتميتو، ومن بعد ان شاء الله غادي نزيد الكروفيت. عندي هنايا شويه القزبر معدنوس،
صافي غادي نسد على الكوكوط واحد 10 دقائق تقريبا نزيد عليها ان شاء الله الخبز. دونك البنات هنا البطاطا راه تقريبا واحد 10 دقائق غادي نزيدوا لها الكروفيت واحد 5 دقائق وطلعوا عليه. بغيتوا تزيدوا الفيرميسيل زيدوه، انا ما غاديش ندير فيرميسيل، انا عاود داك القزبور طلع الفوق باش تجي شوربه هكا زويونه وحتى لوكو حتى المنيضه كيجي زوين. بغيتوا ديروا فيرميسيل بغيتوا ديروا عندي الزعفران اللي كنت شاركت معكم ديال فيرميسيل وفيها شامبينيون نوار وداكشي. المهم انا غنعاود نشعل عليها 5 دقائق ونطفي عليها. دونك البنات كيف ما كتشوفوا معايا ها هي كتجي شوربه زعما ديال هذا البرد زوينه خفيفه اللي بغاها تكون ثقيله، حيت كاينين الناس اللي ما كيبغيوش بحال هكذا الماء. انا راجلي اللي كيبغي هكا الماء ياخذ يدير شي بطاطا صحيحه ولا جوج ويخليها صحيحه، ومن يطيبها يشدها يطحنها مع داك شويه ديال المرق ديال الشوربه وتولي شويه ملبيه. هادشي اللي نقدر نقول لكم، ولا زيدوا معها حتى الفيرميسيل وخا تزيدوا راه ما غاديش تقلها، غير البطاطا اللي غادي تقلها. الناس اللي ما كيبغيوش بحال هكذا. دونك كانت هذه هي الشوربه، بغيت غير باش نشاركها معكم ولا نفكركم فيها لانكم عارفينها. وهذا مكان ها انتم البنات جات كتشهي، شوفوا المنظر ديالها من الفوق كيحمق واحد الريحه البنات، ما نقولكمش ريحه كوكو ريحه المهم. انا بعدا باقي ما ذقتش، باقي هي غير تتبرد وان شاء الله نقطع معكم ونذوق ونقول لكم رايي. ما هي راه كتشكرها وتعاود قالت لك ولا ما تخليوهاش ليها. دونك حمقاتني بعد المنظر ديالها، الريحه ما نقولكمش كوزينه مكسوره بريحه كوكو. دونك خليكم معايا ان شاء الله نقطعها ونعطيكم رايي حتى انا. دونك البنات كيف ما كتشوفوا معايا انا راه قطعت منها وذقت منها ها هي الشكل ديالها كيفاش كتجي نقرب لكم. لوغو ما نقول لكمش تري 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 بون، كيحمق كيحمق. راكم عارفين انا ما كنجيش نشكر الحاجه الا ولا كانت تستاهلها زعما صراحه. شكرا اختي ليلى على هذه الوصفه. غير حاجه وحده اللي بغيت ناكد لكم هو ان انا جاتني شويه بالسوسه، لانني انا مولفه السكر بزاف هي، حيت بوتيتغ دايره الريجيم تيبان ليها لوغو هو هذاك. وعاوتاني بوتيتغ هي حيت درت فيها بنانه، بنانه يمكن غتكون حلوه على سميتو. المهم نتوما ديروا الطريقه ديالها هي، ما ديروش هذه اللي بغى اللي ما عندوش يجرب هذه الطريقه ديالها. حيت ما عنديش البنان قلت ندير بلاصتو التمر، ديروا سبعه ديال التمرات الا ربما بخمسه بانت شويه، قلت يمكن بوتيتغ سبعه غتجي شويه هذا. وانا حاجه وحده اللي درت هو انني زدت شويه في حيت مين قلت لكم طحنت اللوز كثرت شويه اللوز يعني زايده واحد شويه. ها هي كيفاش كتجي، ها هي المنظر ديالها فنة ولوغو ما نقول لكم شو الريحة ديال شان نقول لكم يا سلام يا سلام. دونك البنات جربوها وردوا عليا انا غادي نوريكم ها هي الكيكة عن قرب، نقربوا لكم ها هو كيفاش داير كيفاش كتشوفوا. وانا كتعجبني هاد كتكون واحد التقرميشة من هنايا بعد فهمتي، حتى لا كولور زوينة خرجت لا كولور مارون زوينة. ايوا قولي بدا يتشعري علينا. المهم كاين انا باش نشرب قهوتي. والله الا فرحانه عرفتي علاش، حيت انا باغا نحيد السكر لانه راه بزاف بزاف زعما صراحه، وما قديتش كنبغي الحلويات كنبغي هذا فهمتي. وكاينين الناس بزاف بحالي اللي غادي يكونوا حتى هما كيبغيو الحلويات وما قديينش يتفارقوا مع السكر، داكشي علاش انا كنحاول ما امكن زعما نقلب على شي حاجه اللي ايكيفالونت اللي نحيدوا داك السكر، نبقاو ندابزو باش نحيدوا السكر لانه راه ماشي زوين لصحتنا وماشي زوين لوليداتنا. والمذاق البنات زوين زوين زوين، بوتيتغ غتجي شويه منفوخه الا نقصت انا من اللوز، لان كثرت انا اللوز لان طحنت قلت صافي ماشي مشكل ما دات ما جابش. داكشي علاش فلاباط بانت لكم راه شويه ما خصها تكون خفيفه نورمالمون. وهذا مكان والله الا فرحانه لان قيت هاد لاستيك. شكرا لك اختي ليلى، شكرا حتى انا بغيت نبارطاجي معكم باش الفائده تاعهم. وان شاء الله باذن الله غادي نشارك معكم واحد الفوندون اللي بالكاكاو مصاوب بالكاكاو 100% راه عطاتو ليا ان شاء الله في شي حلقه اخرى ان شاء الله نشاركو معكم. وهذا الشيء اللي كاين ودونك خليكم معايا. دونك حبيباتي قبل ما نختم معكم لا فيديو بغيت نوريكم جلابيه اللي لابسه كيف ما كتشوفوا، منبسه هنايا بالعقيق، الخياطه هنايا سامبل عين عقده حتى لتحت ماشي لتحت من السطوق من السطوق. وهذه خدمه اللي ولات على مود بالبرونز و
صافي سامبل، وفيها هادو وفيها لتحت كيف ما كتشوفوا. سمحوا لي على التصوير مي ما عنديش لو شوا، شتيو هكذا كتجي من التحت وكتجيب الكميمات. هادشي اللي كاين دونك، كان هذا هو لوك والساك، هادشي اللي كاين. ديما اختكم مسخفانه وديما كتجري. دونك البنات قبل ما نختم معكم بغيت نتكلم معكم في واحد جوج دقائق غنتكلم معكم. الله يخليكم هادو الناس اللي جايين جداد، راه اكيد اكيد ما تعرفونيش وما تهدا، راه فين ما كنحط شي فيديو ديال المبيعات راه كنحط النمره ديالي ديال الواتساب، تواصلوا معايا في الواتساب. راني ملي كيكون عندي الوقت راه كنجاوب في في في, في الكومونتير، ملي ما كيكونش عندي راه كنحط النمره، حيت كنلقى الناس كيكتبوا ميساج راه كيما تتجاوبيش، بدون جواب بدون جواب بدون جواب، راه كنطلبوا منك الاثمنه راه ما غنحطهاش. انا راه كنقولها وكنعاودها، الاثمنه ما غنديرهاش في لا فيديو. دونك الله يخليكم، احترموا الراي ديالي، احترموا القناه ديالي. انا راه ما غنحطش الاثمنه وكنديرها في الواتساب، دونك اللي بغاها مرحبا به، ما كاين حتى شي مشكل، على الراس والعين. هذيك كان الخدمه اللي كنديرها انا اللي غنتعب، ما فهمتش انايا. المهم حيت كنلقى دي كومونتير اللي كيقول لك لا ما كتبوش لينا، ما كتجاوبناش، ما هذا ما هذا، هادشي اللي كاين. دونك البنات جاوبتكم دابا على هذا السؤال اللي بغا، غنعاود نخلي لكم النمره ديالي، تواصلوا معايا في الواتساب. مرحبا بكم، مرحبا بالجميع، هادشي اللي كاين. دونك البنات كانت هذه هي نهايه الفيديو، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، كنتمنى تكونوا تونستوا بيا، خديتوا افكار. هادشي اللي كاين، كنبغيكم بزاف، كنحماق عليكم على لي كومونتير الزوينه ديالكم، على اي حاجه كتصيفطوها في حقي. شكرا لكم، الله يخليكم. ملي كيكون عندي الوقت والله حتى كنقرا لي كومونتير، ولكن ما كيكونش سمحوا لي، راكم عارفتي في الاول راه كنت كنقرا كلشي، مي دابا ما كي زعما، ولكن ملي كنكون عندي الوقيته راه كنمشي كنخطف وقيته وكن. وهذا الشيء اللي كاين البنات، دونك خليتكم على خير، اي على بروشان فيديو ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.